نحن أجينا. أهلا وسهلا. تعي 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 لشوف فوتي على بيتنا الجديد. أوب. آه. أهلا وسهلا فيكي ببيتك. أهلا فيكي وشكرا كتير إليك. بلا حكي فاضي، على شو عم تتشكرين؟ البيت بيتك. يه قليلي، منيحة أنت أسيل؟ إيه يعني رح كون منيحة. صح كان يومي صعب شوي، بس تركت رسالة لهالواطي قوتني شوي. أوه برافو عليكي. شيلينا هلأ من سيرته، ليكي بآخر الأسبوع رايحين على حفلة النادي. لا بلاها، لو سمحتي غصون ما بدي والله. بعدين هذا الزلمة كم وحدة بيشوف بالنهار؟ الله أعلم، معقول يتذكرني إلي؟ يه بلا هالحكي الفاضي، ليش حتى ما يتذكرك؟ هالمرة لازم تسمعي مني، عم قلك رح يتذكرك. ألو. نعم. ألو أسيل خانم، مرحبا. مرحبتين، مين بتكون؟ أنا الدكتور عمار أوزوتورك. الدكتور عمار مرحبا. يا أهلين، أخذت رقم تليفونك من سجلات المستشفى. بصراحة ضل بالي على صحة حضرتك. شكرا، أنا منيحة كتير. بس طمنيني ما يكون صار مشاكل أو مضاعفات. لا شو هالحكي، ما صار أي مشاكل. كتير منيح، فرحتيني. بالمناسبة هذا الرقم رقمي الخاص، إذا صار أي شيء فيك تتصلي وما تترددي. ماشي، رح سيفه عندي. تمام، ما على قلبك شر، منحكي إن شاء الله. مع السلامة. هو عم تقولي ما رح يتذكرني؟ شكله الزلمة مو نسيانك لحتى يتذكرك. أسيل الزلمة مزوق زيادة عن اللزوم. ما هي قلتيلي مزوق؟ حاجة حجج بقى، مانك شايفة شكله حبك؟ عم يقلك سجلي رقمي وغيره وشبك. هيك بتقولي؟ هيك بقول، هالقصة مشي حالة على الأكيد. يي لو أي عم يدقلي لازم أطلع حياتي. أنت خدي راحتك، البيت بيتك. تمام؟ تمام حبيبتي، انبسطي. شو هالإطلالة الحلوة؟ ايه ماشي حالة. ييه انت ليش لذيذ هيك؟ مهضوم كلبك. تسلا، تعا حبيبي. برافو برافو. اسمه تسلا؟ ايه مشاغب كتير وما بيهدى ابدا، مو هيك حبيبي؟ اهدى بقى. على فكرة اسمه كتير حلو. حابب تشوف صورة الغلاف؟ ايه ورجيني. تعال لنشوف إذا بيعجبوك. آه حلو كتير، أنا فوتوجونيك، ما كنت متخيل تطلع حلوة هيك الصورة. لا أنت أحلى من الصور. ما فيها فوتوشوب ما هيك؟ لا ما في فوتوشوب، برأيي أنت أحلى على طبيعتك. والعنوان اللي مختارتي حلو كتير، بيان أنا لك عنواني. ما فهمت شو قصدك تقلي عنوانك؟
عن جد انك مهضومة. لا انت مهضوم اكثر. ايه تعي لقيت. مين بيفهم الرجال بقى؟ ها الكتاب اللي حكت عنه غصون، لنشوف شو مكتوب فيه. يجب أن يكون هناك حياة خاصة بكما، يجب أن يكون لديكم هوايات. شو هواياتي أنا؟ التعرض للخيانة، الترك المفاجئ، الطرد من العمل، بكفوا هدول؟ تعلموا لغات أجنبية. أي أول كورس بالإنجليزي لهلأ ما خلصته لسه. ها أكل، تعلموا الطبخ. أي هاي معقولة، يعني حتى لو ما بيطلع بإيدي فيني جيب أكل جاهز من شي مطعم. ورصاص إلك شو هالجيرة الوسخة العمى. لك افترضوني مرضانة يعني، أو تاركة حبيبي مثلا، شو هالذوق؟ أو مصدومة، الإنسان بيتعرض لهالمواقف. احمدوا ربكن إنه أول ليلة إلي بهالبيت، ولا كنت إجيت وعملت معكن اللازم. شو بلا تربية؟ لكن الناس مبسوطة. استغفر الله. مراد؟ عم يندق الباب مراد. مراد؟ حبيبي مفاجأة. أنت مين؟ أنت مين أصلاً؟ حبيبته لمراد. برأيي أنت مفكرة هيك حبيبتي. بعديلي هيك. وين؟ على بيتي. قولي لي وينه؟ جوا عم يتحمم. بعديلي. لك شو عم تعملي أنت؟ أحطي بلا حركة بلا جنين من عند الصبح. رح كب لك ياهن على الزبالة. يلا لك روحي وما تستنيهم أبداً. يلا يا حبيبتي لاي غيره. عم اقول لك روحي من هون. عم اقول لك واقفة وحدة ما لا ما عليك. يلا انقلعي فوت لجوا. لك عم اقول لك مراد. مراد اوهو مو معقول. شي حلو. انا بورجيك. نايم معه. افتح مراد. مراد لك شبك انت. خدي خدي ثيابك يا بنت ويلا من هون. انقلعي انقلعي من هون. عم قلي مراد. انت شو مفكر حالك عملت؟ اطلع وينها؟ يلا اطلع. انت شو
شلون بتعمل فيني هيك عملة؟ أنا ساكن بالشقة اللي جنبك، اهدي شوي. روقي، غصون مو هون. ابعت لك حمى. أنت مرة تانية شو طالع لي بالسحبة؟ أنت وين ما أروح بدي أتفركش فيكي؟ أنت اللي عم تتفركش فيني ولا أنا؟ مين هاي اللي برا كمان؟ بنت خالصة تعرفت عليها ليلة واحدة، والمشكلة مفكرة حالها حبيبتي. إجت الصبح لعندي ولما شافت عندي بنت تانية جنت، فهمتي؟ هجمت عليها وهلا ملاحقتني إلي. ايه احكي من الاول لحتى افتح لها فورا. عم تخففي دم مثلا؟ هذيك المرة بيتك مالك متذكرة وين؟ هلا انا هيك عملتك؟ مسخرت عليكي؟ عملت احقر من هيك، اخذتني على الاوتيل. يعني إلي حشك بالشارع؟ ايه على القليلة ما كنت تعرضت للاستغلال. قلتي استغلال؟ شو هالحكي؟ انت اللي استغليتيني اصلا، انا هو المغدور. بستيني بستيني، لك هجمتي علي؟ ايه طبعا مالك متذكرة شيء، لأنه عقلك ما كان معك. معناتها ذكرني شوي لأني مو متذكرة بنوم. أنا لا بدي أتذكر هديك الليلة ولا بدي أذكرك فيها، لأنه عن جد كانت ليلة سودة يوميتها. ايه فهمنا بقى حاجتنا. يعني يومي كان صعب وفرطت أعصابي شوي، شو فيها هي كمان؟ شوي؟ قلتي شوي؟ يعني من طريقة هروبك الصبح من غير شكر كانت مبينة، أنت مسكينة عن جد مسكينة. ليكي الله يوفقك، هاي البنت حاطة براسها تخلص علي. دخيلك احكي لك شي كلمة معها، يعني قليلة يلي عم تدوري عليه ماله هون، وانا رح اتخبى. ماشي الله يوفقك. ماشي رح شوف شو بدها. تفضلي. مرحبا. قليلي مراد عندك؟ متخبي جوا هو؟ ايه يعني كان هون بس هرب. تعي اول ما سمعت صوته حاولت امنعه، لانه برأيي كمان أنه صار لازم نوقفه عند حده، لأنه هاد الزلمة زودها كتير. ها وما شاء الله أنت قمر مصور، ليش لا يعمل فيكي هيك؟ تعرفي لو بإيدي القصة يعني كنت سلمتك يا بإيدي وساوي فيه اللي بدك يا نتفي تنتيف. عضي يا ستي، بس برأيي لا تعذبي حالك وتدوري عليه، لأنه هذا جارنا خلص كف مغيب، حتى هو غالباً رح ينتقل. انكشف لأنه الكل كشفوه على حقيقته، فقال خليني انتقل، ولهيك برأيي خلص نسيها حلوة. يعني واحد مثله ما عنده ذرة أخلاق وبلا شرف، نصاب كذاب محتال ونسونجي. ليش تبتلي فيه؟ ما أنا محرزة تركضي ورا، حرام عليكي جمالك. ما بيستاهل. ليكي حتى ما عارف قيمة صبية حلوة مثلك. تعي لقلك تعي، في مثله متايل بالشوارع، ألف واحد بيتمناكي. معك حق، وبرأيي كمان. يلا يلا مزبوط اللي روحي على بيتك أحسن لك، لاقي واحد يعرف قيمتك. معك. الله معك. باي يا حلوة. العناية بالجلد مهمة، بالمناسبة ما قصرتي. يلا حياتي يلا لبرا لبرا. عشو عم تتطلع على عينك؟ أحمد طبعتوا المجلة ولا لسه؟ لا. تمام ما تطبعوا شي، اصحك. طيب ماشي. قال الرجل الكامل، أنا بورجيك الكمال على أصوله. جاي جاي. هي ضيافة مني،
ما لقيت فرصة أتشكرك وخجلان منك كتير كمان. هذا واجبي، بس بتمنى أن ما تنعاد. رح حاول جهدي أعمل هيك. أنت رفيقة الصبية اللي عايشة هون؟ قرايبتي، أنا هون لفترة. لأنه الوسخ طلب منك تفضي البيت. أيه. مو غريبة برأيك؟ لك غريبة كتير والله. يعني البيت اللي عشنا فيه أنا وياه، أنا اللي دافع أجاره والضمانات ومصلحة فيه حتى، وكل شي بيخطر على بالك. لا أنا مو هذا اللي بقصده أبداً، أنا عم بحكي عن الصدفة اللي عم تجمعنا، مزبوط؟ إيه، وهي غريبة أغرب من الأولانية، أنا هذا اللي كنت عم فكر فيه كل اليوم. يعني قصدي بهالحكي إنه لقاءاتنا كتير غريبة، مو هيك؟ بما إنه صرنا جيران، لقاءاتنا ما رح تكون غريبة بعد اليوم. إيه، مو حابب تقلي اسمك؟ إيه طبعاً، اسمي مراد. أسيل. تشرفت. وأنا. نعم مامي. يا عيب الشوم عليكي يا بنتي، يعني فيكي تفهميني أنا ليش عم بسمع أخبارك من غيرك؟ ماما والله معك حق، بس ما حكيت لك مشان ما زعلك مني. انت قلتي لي ما تعيشي مع هداك الوسخ بنفس البيت، بس ما رديت عليكي وهي النتيجه قدامك. فهميني انت عن شو عم تحكي بنتي؟ انت ما عم تحكي عن البيت؟ اي بيت؟ انا ليش دائما بزلق حالي معك؟ اي امي خلص انسي ولا شيء. لك شبك بنتي ضايعه، انا عم بحكي عن صديقك الجديد الدكتور، مو هيك؟ فرحتيني كثير يا بنتي. لك ليكي شو ضلت عم توصف لي يا شي ساعه، قلت لها الحمد لله وأخيراً بنتي لقيت لحالها زلمة شريف بيناسبها وبيناسبنا. فرحتيني كتير يا أمي. ماما لسه ما صار شي بيناتنا بنو. كيف؟ شو يعني ما في شي؟ مو على أساس رح تطلعوا آخر الأسبوع؟ يعني قصدي بأنه رح نطلع رح نتواجد بنفس المكان. ايه تمام مزبوط نفس الشي. بنتي ليكي لازم تعرفي أنه الأمهات بحسوا ببناتهم. رح تشوفي هالشاب هو رح يكون من نصيبك، أنا متأكدة من هالشي صدقيني. أنا حكيت لك هيك شيء قبل هالمرة؟ هيك قلتك؟ إيه هيك بقول بنتي. أهلا وسهلا. تعالي شوي عاوزك. شو بدك؟ ما فيني إجي عندي شغل. خلص بجي لعندك بعدين. تعالي شوي بس تعالي. ركزي منيحة علاقتك بأبوكي، لأنه رح تلاحظي أنه بتأثر على أول علاقة مع رجال بحياتك الخاصة. مظبوط. لهيك كل شاب بختاره بيطلع بيشبهه لبابا. أي مو معقول هالقصة. أي وشو لازم أعمل؟ ها كاتبينا هون، حددي 7 صفات مستحيل التنازل عنها بشريك حياتك، وقرري أنك ما تتنازلي عنها أبدا. النهاية للرجل الغلط بتكون عم يحكوا عن جنابه. إذا كنتي حابة تتزوجي بعدي عن الرجال الغلط. يعني هي أول مرة بشوف وحدة عم تدرس لتلاقي عريس. أنا قلت لك جيبي قطة مو كتاب. مو معقول شو مهضوم. هاتي لشوف. خلص هات اتركه من ايدك. لك بس ثانية عم شوف، ماني ناوي شي مو منيح عم شوفه وبس. هذا الكتاب تم كتابته للمرأة فقط ويجب ان لا يقع بين يدي اي رجل. انا استوليت على كتاب كل العوانس بهالحالة هي. عن جد انك مانك مربى. لا انت خاصة يا بنت، مفكرة انه هالكتاب رح يزوجك؟ ايه ممكن يفيدني طبعا اذا كان الرجل الصح. قلتي الرجل الصح؟ احكي لي لشوف شو هو تعريف الرجل الصح. هالمصطلحات هدول أكيد مو مارقين عليك. إيه بس أنا رح أشرح لك أمري لالله. إيه عم بسمعك. صادق، مانو أناني، متفهم، عاطفي ومحترم ومطيع. نسيتي تذكريها. يعني إذا بيسمع كلمتي أكيد ما رح أقول لا. في عندي رفيق بتنطبق عليه كل هالمواصفات هي، فيني أعرفك عليه إذا بدك. تسلا تسلا تعا حبيبي تعا.
تعا تعا يا حبيبي تعا 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 تعا. قديشك حلو وانت بتضحك كتير على فكرة. والله انت بتضحكي اكتر لانه ما بدي ادمر لك حلمك، بس ما في هيك زلمة بنوب والله ما بتلاقي، وما في هيك ست كمان. لا بهي انت غلطان، لانه انا بنت من هالنوع، يعني اذا انا موجودة فاكيد هو موجود، حتى انا تقريبا لقيته وهالمواصفات موجودة فيه، رح شوفه الاسبوع الجاي. لقيتي ورح تشوفيه هيك لكان. انا وصغير كان عندي صديق راسمه بخيالي، كنت بتسلى معه، وانتي كمان شكلك راسمه واحد هيك خيالي او فضائي. عفوا عفوا، شو عرفك انه خيالي؟ قول لك. قليلي انتي ما كنتي عم تنوحي وتبكي بحضني كرمال زلمه تاني؟ قليلي هذا امتى لقيتي؟ مو انا لقيته عيني، ما لقيته هو لقاني، دكتور واكابر وشخصيه وحلو مهضوم. اعترفي مثلتي دور المريضه اللي تتعرفي عليه. اي بلا حكي فاضي، هو طرقني بالسياره. على اضرب زتيتي حالك قدام سيارته؟ لك انت مجنون ولا بدك تجنني؟ اذا بدك تضل عم تتمسخر علي بفوت لجوا. تمام تمام تمام، اهدي شوي. انا مزبوط عم افهم؟ يعني من المبدا انت من اليوم ورايح ما رح تكوني مع الشاب الغلط، رح تكوني مع الشاب الصح، مزبوط؟ هذا هو قرارك مو؟ ايه صح. معناها رح اعطيكي نصيحه ماشي؟ اسمعيها، ما في شيء اسمه زلمة صح أو غلط، الشباب والبنات بيعطوا شكل لبعضهم البعض، يعني بالحقيقة اللي بتعطيه الشكل للزلمة هي الست، يعني بالمختصر في ست بتتصرف صح وست بتتصرف غلط. ها يعني البنات هن غلطانين مو هيك؟ أنا بس بدي أسألك سؤال، عداوتك التاريخية مع الأنثى شو سبب؟ جاوبني. وقت كنت ولد أمك ما حبتك؟ إيه ماتت وهي عم تولدني. والله ما كان قصدي إني ضايقك، بعتذر مراد، فتقت لك جروحاتك؟ انت هي مشكلتك يا حياتي، انت بتصدقي كل شيء فورا لانه انت بتفكري بقلبك ما بتفكري بعقلك، وهالشغله بحد ذاتها مشكله، وهذا نابع من عدم معرفتك بالقواعد. طبعا قواعد قلت لي؟ شو هالقواعد؟ نورني. ليكي رح اختصر لك، العلاقه بين الرجل والمراه هي رابط بيستدعي حساسيه وتخطيط على طول، لهذا السبب اللي بيظهر مشاعر الحب الاول محكوم عليه بالخساره على طول. انت كنتي بتدوري على الارتباط بعلاقاتك بالأول دايماً ما هيك أسيل؟ يعني أنت اللي بتقولي بحبك بالأول مظبوط؟ أنت اللي بتتأسفي على طول، واللي بتحطيها واطية على طول، واللي بتجيبي هدايا بالمناسبات، أنت كل شيء على طول. لك أنا هيك؟ أه؟ أنا هذا اللي عم قوله، إذا ضليتي عم تتصرفي بهالشكل هن رح يبلشوا يعاملوكي كأنك مالك موجودة، وهيك رح تضلي وحيدة. بالله جد حاجتك مسخرة، ليش حضرتك وحداني وبتعرف كل هالقد؟ شوف حالك بالأول. يا حبيبتي أنا هذا خياري، من وين طلعتي فيها إنه أنا وحيد؟ بالعكس أنا بدير حياتي بإيدي، في شي مجبور عليه وفي شي خياري. أنت من النوع اللي بيعتبروا الهرمونات أساس العلاقة، واللي بيشوف العلاقات وسيلة للتسلاية وبس، ونصيحتي ما باخدها من اللي مثلكن، ماني بحاجتها. طيب أنت أدرى مني، بس لا تجي وتبكي بحضني بعدين ماشي؟ لك ليش لا أجي وأبكي بحضنك يا بومي؟ ما رح أبكي، كل شي رح يكون منيح.